شيخ ابو زيدان صباح الخير وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير، اهلا وسهلا. يا هلا. في بمناسبه عيد الاضحى، شو بتحب تقول لاهل البلد واهل الطائفه عامه؟ انا من اجل الموضوع تفضل كتبت كلمه شوي فيها طويله وفيها اصطلاحات اللي مهمه، من اجل هيك بدي اقراها قراءه. ممكن؟ ممكن، اكيد بنحب نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات أبناء الطائفة المعروفين، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك أتقدم لحضراتكم بأخلص التهاني والتبريكات، راجيا للجميع عيدا مباركا سعيدا تتآلف به القلوب وتترفع النفوس المطمئنة عن جميع الخلافات. بارك الله لكم يا أهل الفضل والولاء والمكارم والأخاء، ولأبناء الطائفة المعروفية، وللأمة الإسلامية والعائلة الإنسانية. نبارك لكم في هذا العيد لما فيه من معان تعني الإنسان في كل مكان. إنه عيد التضحية والبركة والمحبة والتآلف والتنقي وطلب العفو من الخالق العظيم والاستغفار والترقي. وفي هذا العيد نسأل الله عز وجل أن يلهمنا التعلم والاقتداء بمن عرفوا معنى العيد فأحبوه أدبا وشوقا وخشوعا وتلاوة للكتاب العزيز ونخوة ومروءة ومحافظة لأهل الدين، محافظة مخلصة صادقة. بارك الله فيكم جميعا وأعاده على الجميع باليمن والخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.